الاهتمام بالبيتزا بلغ حد تنظيم مسابقات قارية لها ليشارك الفائزون بعدها في بطولة العالم للبيتزا التي تنظمها إيطاليا كل عام بصفتها منشأ هذه الوجبة اللذيذة. في الأرجنتين تنافس 150 طاهيا من المكسيك والولايات المتحدة ودول من أمريكا اللاتينية مثل تشيلي وكولومبيا. حرص المشاركون في المسابقة على القيام بحركات بهلوانية حرة أثناء إعداد البيتزا. يسعدني أن أمثل البرازيل في هذه البطولة، وحصلنا أيضا على مكان في إيطاليا حيث سيقام كأس العالم. هناك متسابقون كثر متنوعون، كل شيء كان منظما. الأرجنتينيون لديهم الكثير ليعلمونا نحن البرازيليين. لجنة التحكيم تشكلت من 30 عضوا من الطهاة والصحفيين و18 قاضيا لاختيار أفضل طاهٍ استناداً إلى طريقة الإعداد والخبز والمذاق والعرض التقديمي، والذي فاز فيها طاهٍ أرجنتيني سيمثل بلاده في بطولة العالم للبيتزا العام المقبل. لحظة تقديم العرض تحاول تذكر الرقصات التي تعلمتها، ومن ثم تقدم عرضك بكل ثقة. ورغم أن سكان مدينة نابولي الإيطالية هم أول من أطلقوا اسم بيتزا على الطعام الذي كانوا يبيعونه في الشوارع للفقراء قبل 300 عام، فإن هذه الوجبة أصبحت وجبة عالمية غالية الثمن وتتسم بسمات خاصة في كل مكان. فبيتزا أمريكا الجنوبية مليئة باللحم البقري والتوابل الأرجنتينية والجبن المدخن.